السلام عليكم ورحمة الله. الصين تشهد تقدما في توظيف سكان الريف الذين تم إعادة توطينهم. بكين الرابع من يونيو 2021 شينخوا أظهرت بيانات من أكبر مخطط اقتصادي في البلاد يوم الخميس أن الصين أحرزت تقدما في توظيف الأشخاص الذين تم نقلهم وسط برنامجها للتخفيف من حدة الفقر. وقال تونغ تشانغ شون المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن حوالي 3.78 مليون من هؤلاء الأشخاص تم توظيفهم حتى الآن، مما يعني أن فردا واحدا على الأقل يتمتع بقدرات عمل من أفراد هذه الأسر التي تم إعادة توطينها لديه وظيفة. وقال تونغ إنه تم إطلاق مجمعات صناعية وورش العمل وبرامج سياحية في هذه المستوطنات الجديدة في جميع أنحاء البلاد لمساعدة السكان الذين أعيد توطينهم في الحصول على وظائف. وقال إنه خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة 2021 إلى 2025 ستواصل الحكومة تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المستوطنات الجديدة. وأكملت الصين برامج إعادة التوطين للتخفيف من حدة الفقر بالكامل بحلول نهاية عام 2020، حيث انتقل جميع الأشخاص البالغ عددهم 9.6 مليون شخص إلى منازل جديدة وتخلصوا من الفقر. حسناً، هذا كل شيء لليوم، شكراً للجميع، إلى اللقاء.